يسعد أوقاتكم جميعا، يعطيكم العافية. في هذا الشابتر رح نحكي in details عن ال eukaryotic organisms زي الفانجاي، الألجاي، البروتوزوا والهيلمنثس من ناحية ال properties، ال reproduction patterns، كثير من التفاصيل اللي بتتعلق بهاي الأنواع من ال eukaryotes. بداية نحكي عن الفانجاي. حكينا علم المايكولوجي هو العلم اللي بدرس لنا هاي الفانجاي سواء مولز أو ييست. إجمالا معظم الفانجاي هي كيمو هيتيروتروف، يعني هي تعتمد على غيرها في الحصول على الكيميكال ايجنتس، مثل إنها التحليل اللي الأورجانيك ماترز، كتير من الأورجانيك ماتيريالز اللي بتكون في التربة حتى إنها تقدر تستغلها في عمليات الريبرودكشن الخاصة فيها. معظم الفنجا هي تعتبر إيروبيك أو فاكولتيتيف أنيروب، بحاجة للأكسجين بشكل أو ما حتى تقدر تعمل الجروث الخاص فيها. نيجي نقارن ما بين البكتيريا والفنجاي من ناحية سيل تايب. الإيوكاريوتيك فنجاي بينما البكتيريا بروكاريوت، سيل ميمبرين الفنجاي ستيرولز بينما البكتيريا ما بيكون في ستيرولز إلا المايكوبلازما اللي هي ديفيشنت أو اللي هي لاك سيل وول، ممكن يكون عندها ستيرول سيل ميمبرين. بالنسبة للسيل وول الفانجاي هو بتكون من جلوكان، من منان، كايتين، ما في بيبتيدو جلايكان، بينما البكتيريا حكينا بتتكون من بشكل أساسي من البيبتيدو جلايكان. بينما نحكي من ناحية السبورز، الفانجاي هي تستخدم السبورز هي واحدة من أطوار النمو، لإلها ممكن تعمل سيكشوال أو اي سيكشوال ريبرودكتيف سبورز تكونهم. بينما بالنسبة للبكتيريا حكينا السبورز هي دورمنت ان اكتف ستيت في أو فورم للبكتيريا، ما في أي ريبرودكشن. ممكن تكون إذا كان في عنا تدخل في ال reproduction ممكن يكون في asexual reproductive spores، بس إجمالا هي ما لها علاقة بـ reproduction in general in most types of bacteria. ناحية الميتابوليزم heterotrophic aerobic facultative anaerobic، بينما البكتيريا هي هيترو، في بعض أنواع منها heterotroph زي الفنجاي وبعضها بيكون autotroph تعمل عملية اللي هي الفوتوسينثيسيس، بتكون كمان ايروبيك فاكولتيتيف انيروب او ممكن لا ستريكت انيروبيك بكتيريا. لما نيجي نحكي عن الفيجيتيف ستراكشر او تركيبه الخلايا اللي هي المذر سيلز او الخلايا اللي هي الاساسيه للفنجاي، نحكي عن المولدز والفليشي فنجاي. بشكل اساسي البضي للفنجاس بتكون من ايش بنسميه الهايفي. هاي الهايفي عباره عن خيوط فيلمنتس، والمجموعة من الهايفي بنسميها المايسيليوم. فإذا هي بتكون من مجموعة من الخيوط، مجموعها بنسميه مايسيليوم. هاي الهايفي إما بتكون سبتيتد، يعني بيكون في عنا فواصل بين هاي الأجزاء للهايفي، كروس وولز ما بينها، أو ممكن تكون كو إنكوتيك هايفي، ما بيكون في سبتة أو فاصل ما بين ستركتشر للهايفي وبتكون نوت سبتيتد. الفيجيتاتيف هايفي ممكن تحصل على نيوترينز إلها من خلال اللي هي الأريال هايفي اللي انفول في عمليات الريبرودكشن، فهي وسيلة لحصولها على نيوترينز من خلال هاي الهايفي. هاي عندنا هنا السبتيتد هايفي، شايفين هاي الفيلمنتس، بيكون في سبتم أو بيكون كروس وولز ما بين كل هايفي وتانية، فهاي بنسميها سبتيتد هايفي، هاي السبتم الفاصل. بينما الكوانكوتيك هايفي بتكون as non-separated whole هايفي without any سبتم. هاي عنا كيف عملية الجروث أو التكوين هاي الهايفي، بيكون عنا بداية السبور، عمليات الريبرودكشن بلش يطلع لنا أول هايفي، بتبلش تعمل خلال الريبرودكشن ديفلوبمنت لها والتفرعات اللي بتنتج عنها حتى تكون مايسيليوم كاملة.
بالنسبة للأريال أو الفيجيتيف هايفي، هاي عبارة عن أريال هايفي، الخيوط اللي خارج من الأسبرجلس نايجر، من هذا النوع من الفطر. وهذا النايجر على الآجر بيكون بهاي البلاك ديبوزيتس حوالينا. هون عندنا الفيجيتيف هايفي، هون النايجر الأريال هايفي اللي هي اللازمة لعمليات الحصول على نيوتريانتس خلال الريبرودكشن للفنجاي. الفيجيتيف ستراكشرز، لما نحكي عن اليست، اليست هي واحدة من الفنجاي، ولكن ما في لها هاي في نون فيلمنتس، ما في لها قيود حواليها. يونيسيلر ما بيكون في عنا إلا خلية واحدة بتعمل تكاثر لإلها والديفجن خلال البودينج، أو هي البودينج ييست ممكن تعمل ديفجن أن إيفنلي بطريقة غير متساوية. بينما في عندنا نوع من اللي يسميه فيجن ييست، بينقسم بطريقة متساوية، بعطينا الخلية خليتين، يعني بيكون في عندنا انقسام متساوي إلها. عندنا كمان أنواع من حكينا عن الفنجاي وعن المولز والفيجيتيف ستركتشر إلها، حكينا عن اليست، البادينج ييست والفيجن ييست. عندنا كمان الدايمورفيك فنجاي اللي هي الفنجاي المتحولة، اللي ممكن يكون عندها تو فورمز، اللي هو اليست لايك والمولد لايك، يعني ممكن على درجة حرارة 37 تكون شبيهة أو بتكون نون فيلمنتس يونيسيلر، ولكن إذا انخفضت درجة أو نزلت درجة الحرارة من 37 ل 25 تعمل تغيير لشكلها لمود لايك، وتكون الهايفي اللي كاستركتشر للفيجيتيتيف مولد سيلز. هاي عنا هون البودينج ييست، كيف بيكون عنا البيرنت سيل بتبلش تعمل اللي هي البودز البودينج بشكل ان ايفنلي حتى تبلش تتكاثر هاي الانواع من اليست. هون عندنا ييست لايك جروث، ممكن انه زي ما حكينا بالفانجل دايمورفزم، دايمورفزم يعني داي اثنين، مورفزم ناحية المورفولوجي ناحية شكل، فعندنا تو مورفولوجيز لهاي الانواع من الفانجاي اللي هي بتعطينا اليست والمولد لايك جروث ات ذا سيم تايم with temperature dependence على اختلاف درجات الحرارة. اللايف سايكل للفنجاي من ناحية الجروث والريبرودكشن للفنجاي، هي ممكن تعمل سكشوال واي سكشوال ريبرودكشن من خلال تكوين السبورز اللي بتعمل ديتاتش على البير من البيرنت سيلز، وبالتالي بتعمل جيرمينيشن لنيو مولد. يعني انا عندنا السبور بلش ممكن تنفصل عن البيرنت سيل وتكون نيو مولد لحالها تعمل الجروث الخاص فيها. الاسكشوال سبورز اللي هي هنا ممكن نحكي بشكل ممكن عن سكشوال، الاسكشوال سبورز اللي هي البروديوس من خلال عمليات الميتوسيس، الانقسام المتساوي والسيل ديفيجن formed by the hyphae of one organism، يعني الهايفي من one organism ممكن تساعد في عمليات اللي هي الميتوسيس والسيل ديفيجن لهي الخلية من خلال asexual spores. بيكون في عنا أكثر من فورم لإلها، إما الكونيديوسبور اللي هي not enclosed in a sac، ما بيكون في داخل كيس أو متحوصل بداخل كيس منفصل. الأرثروكونيديا اللي هي الفراجمنتيشن أوف سبتيت، عملية اللي هي الأرثروكونيديا هي مثال على فراجمنتيشن للسبتيت هايفي، كيف بصير فراجمنتيشن لإلها بنسميه أرثروكونيديا. بلاستوكونيديا هي البوتس اللي طالعة من البيرنت سيل. بينما الكلاميديو كونيديوم اللي هي سبور within a hyphal segment، الهايفل segment ممكن يطلع منها نفس السبور فبنسميه كلاميديو كونيديوم. السبورنجيو سبور اللي هي بتكون عكس الكونيديو سبور، كونيديو سبور ما في حواليها ساك، بينما سبورنجيو سبور بتكون محاطة بساك. بهاي الصور ببين معنا هون، هي عندنا الكونيديا، هاي الكونيديو الكونيديو فور اللي بيكون زي كأنه الروت لهاي الكونيديا. عندنا هون الأرثوكونيديا، السودو هايفي اللي هي شبيهة بالهايفي.
كلاميديو كونيديوم اللي هي زي ما حكينا الكلاميديو كونيديوم سبور اللي طالعة من الهايفي سيجمنتس، من كل سيجمنت من الهايفي ممكن يطلع سبور نسميه كلاميديو كونيديوم. وعندنا سبورانجيو فور بتكون حكينا عندنا سبورانجيو سبور اللي هي بتكون محاطة بساك حواليها. هذا يختلف باختلاف نوع الفطر وإيش الأطوار أو اللي الطرق اللي بيشتغل على تكوينها في الـ asexual spores بالميتوسز والسل ديفيجن اللي بتعملها من الهايفي. الـ sexual spore اللي هي الفيوجن للنيوكلياي from two opposite mating strains بكون عندنا يعني زوجين من فانجاي وبتم الالتحام أو الاتحاد نيوكلياس لإلهم مع بعضهم البعض. السكسوال ريبرودكشن بتكون بثلاثة فيزز. أول فيز البلازمو جيمي اللي هو بداية بيكون عندنا هابلوي دونر سيل نيوكلياس بوزيتيف مع بنتريت سيتوبلازم للريسيبيان سيل بتكون نيجاتيفلي، أو يعني اللي هي positive مع negative، أو two اللي هي opposite mating strains haploid donor cell مع recipient cell بصير penetration ل cytoplasm إلها. أول خطوة اللي هي البلازما جامد اللي جاي من البلازما أو اللي هي cytoplasm بصير عندنا اللي هو fusion ما بين دول الخليتين كالكاريو جامد اللي هو جاي من الكاريوسوم أو اللي من ال التكوين اللي هو أو الفيوز لإلهم تكوين ديبلويد زايجوت أو اللي هي الناتج من الاتحاد دول الخليتين مع بعض كخلية واحدة. والميوسس بتبلش هاي الخلية المتحدة مع بعضها كخليتين بتكون لديبلويد النيوكليوس. راح تعطينا كل نتيجة لنقول الدمج ما بين two haploid cells بيكون diploid cells واللي بيصير لها meiosis بتعطينا two haploid nuclei cells اللي هي بنسميها sexual spores اللي بتتكون. هاي sexual spores بيتم إنتاجها من الفانجاي بتعطي خاصية الفايلة على حسب ترتيب حكينا الكلاسيفيكيشن للمايكرو اورجانيزمز ضمن فايلا معين. الكلينيكال مانيفستيشن لها هو يعتمد على كثير من المايكروسكوبيك اكزامينيشن للاي سيكشوال سبورز لانه معظم هاي الفنجاي اللي عندها الاي سيكشوال سبورز ممكن احنا يعني او معظم الفنجاي اللي احنا بنكشف عنها في داخل المختبرات من خلال laboratory diagnosis methods بتكون asexual spores أكثر من التكشف عن sexual spores fungi. فإجمالا عملية identification للفنجي هو بتم بالmicroscopic examination. إذن هدول الطرق اللي هي سواء السكشوال أو الأسكشوال يختلف باختلاف طريقة الديفجن ميتوسز لإلها، هل في عنا فيوجن بين two opposite mating strains أو لا. النيوتريشنال أدابتيشنز هاي النقطة المهمة اللي إحنا بدنا ناخدها بعين الاعتبار لما بدنا نكشف عن وجود هذا الأورغانيزم، إنه هاي الأنواع من الفطريات هي بتحب درجات الحرارة اللي درجات الـ pH المنخفضة هي على درجة 5 أسدك. كمان هي محبة لوجود تراكيز عالي من السكريات والأملاح ومقاومة للأزموتك بريشر تغيرات في السوليوتس كونسنتريشن حوالين هاي الخلايا. فإذا إحنا بدنا ننمي مجموعة من الفطريات فلازم نوفر في الميديا اللي من نعمل نيوتريشن أو من نغذي هاي الفنجاي عليها لازم تكون بهاي كونتنت من الشوغرز والسولز. بالإضافة كمان بدها low moisture content يعني بتتحدى وجود كميات قليلة من الووتر في المنطقة المحيطة فيها وبتقدر تنمو بكل سهولة. كمان ممكن تعمل metabolize لكثير من الكومبلكس كاربوهيدرات
اللي ممكن تحتاجها حتى تعمل عمليات إنتاج الـ ATP والريبرودكشن الخاصة فيها، ولكن هي بتقدر كمان تستهلكها بكل سهولة. الأمراض اللي بتعملها الفانجاي، الفانجال ديزيزز، لما بنحكي عن مايكوسز اللي هو الفانجال انفكشن، لما نحكي مايكوسز فالمقصود بها فانجال انفكشن، اسبرجيلوسز اللي هي اسبرجيلوس انفكشن، واحد من انواع الفطريات، سيستميك مايكوسز اللي هي بيكون في عندنا في الفانجال ديزيز ولكن سيستميك، بيكون ديب within the body، في internal organs في داخل الجسم، subcutaneous بتكون على السطح beneath the skin، يعني بتكون عفوا تحت الجلد، cutaneous mycosis اللي هي بتكون على سطح الجلد اللي هي بتصيب أكتر إشي الهير اللي بتكون على السيرفس skin، النيلز، الأظافر، superficial mycosis اللي هي بتكون على يعني ما بعد skin أو cutaneous layers، ممكن تكون على localized على الهير شافتس، على اللي هي الابندجز اللي طالعة أو اللي هي نهايات الشعيرات أو الشعر اللي بيكون طالع من الجلد. opportunistic mycosis اللي هي زي ما في البكتيريا في عنا opportunistic بكتيريا، برضو الماي الفانجاي اللي هي بتكون normally موجودة وما في أي harmful نقول manifestation لإلها، ما بتعمل أي مشاكل، ولكن مجرد ما الشخص كان immunocompromised أو كان عنده مرض تاني، وبالتالي نتيجة لهاي السيتويشن تحولت هاي الفانجاي من normal لا pathogenic، بنسميها opportunistic mycosis. في شيء بنسميه lesions اللي هي mutualistic combination of agarine algae مع fungus، في عنا نوع من الطحالب اللي cyanobacterium اللي هي اللي بتكون عاملة combination مع fungus فبتكون شيء بنسميه lesions. فهي lesions هي symbiotic partnership ما بين الفنجس والألجاي اللي ممكن تكون موجودة وتكون associated مع several indications. هاي هي الليشنز اللي بيكون عندنا هاي الجاي لاير وهاي الفنجل هايفي، وتكون عاملة ليشنز تلس أو اللي هو البضي اللي بيكون ككومبينيشن ما بينهم، عندنا فنجاي وعندنا هدول سيان بكتيريوم أو الانجاي. الالجاي نفسها واللي الطحالب بتكون عندنا كمان هي بتكون شبيهة باليست يونيسيلر، ولكن بتكون ممكن تكون في ليمنتس فوتو اوتوتروف اذا تختلف عن الفنجاي. الفنجاي حكينا هي هيتيروتروف، بينما الالجاي هي عند المقدرة على انتاج ممكن والحصول على او تحويل سيمبل components أو organic ما والماترز اللي هي الكيميكالز أو الكومباوندز اللي حواليها ل complex molecules. فعندنا unicellular أو filamentous photoautotroph، هي بتكون وحيدة الخلية، ممكن تكون بتنتج أو filamentous خيوط حواليها، ما عندها لا روتس ولا ستينز ولا ليفس، يعني هي مش تعتبر بلانت، فما إلا بيكون أوراق ولا جذور ولا كل هاي الأمور. الألجاي كمان هي mostly aquatic، ممكن يعني تعيش في داخل الووتر، في ممكن نلاقيها في التربة، في على الشجر، لما يكون في كمية كافية من الووتر حواليها. فالووتر هو يعني عنصر أساسي لإلها للgrowth والreproduction، فإذا الألجاي ممكن تكون إحنا نلاقيها في داخل برك المي. الخصائص هاي الألجاي هي سيمبل ايوكاريوتيك، هي من أبسط الايوكاريوتيك أورجانيزمز الفوتو أوتوتروف اللي لاك الروتس والستيمز والليفز الموجودة عند البلانتس. الايدنتيفيكيشن اوف يونيسيلر والفيلمنتس الجاي ممكن زي ما حكينا قبل شوي بالفانجاي اللي هي من خلال مايكروسكوبيك اكزامينيشن زي الاسكشوال سبورز. موز الجاي ممكن نلاقيها في المحيطات في الاوشنز، ذير لوكيشنز ممكن يعتمد على وجود النيوتريانس الويف لينكس اوف لايت سيرفيسز، وجود الووتر قبل شوي حكينا، الاسطح اللي ممكن هي تنمو عليها، فبالتالي حسب شو نوع الفطر وحسب شو الاحتياجات اللازم له حتى انه ينمو.
كمان عندنا ممكن نلاقي مالتي سيلر. قبل شوي حكينا انه الالجاي هي يونيسيلر، ولكن ممكن نلاقي مالتي سيلر الجاي نسميه الثلث. هاي الثلاثة هي لارجر مالتي سيلر الجاي اللي ممكن تكون موجودة في كتير من السي ويدز، ويكون لها نقول خصائص مختلفة شوي عن اليونيسيلر الجاي، يكون ستيم لايك هالو ستيبس ليف لايك بلاتسي، شبيهة بالشجر كأنها بتكون موجودة على الصخور، فبتكون بطريقة مميزة أو مختلفة عن باقي الأنواع من الفطرية من الطحالب. كل أنواعها بتعمل ريبرودكشن اي سيكشوالي مش من خلال الميتينج فيوجن. مالتي سيلولر الجاي ممكن تعمل فراجمنت او ريبروديوس سيكشوالي من خلال التريشن اوف جينيريشنز. اذا اجمالا يونيسيلولر الجاي هي بتعمل ريبرودكشن اي سيكشوالي، ولكن اذا بنحكي عن مالتي سيلولر الجاي ممكن تعمل فراجمنتيشن او سيكشوال ريبرودكشن من خلال اللي هي اختلافات في الجينيريشنز من جينيريشن للتاني، وبالتالي تعطينا different forms و different نقول أطوار مختلفة، بالتالي تعمل هاي reproduction steps. الفايلة للجاي ممكن احنا نحكي عن البراون الجاي، واحد من هاي الفايلم للجاي اللي بتميز سيل وول إلى من سيلولوز الجينيك أسيد. ممكن تكون مالتي سيلولر، ممكن نشوفها مايكروسكوبيكلي بدون الحاجة للمايكروسكوب، تنتج مادة نسميها الألجين اللي هو ثيكنر يوز في، ممكن يستخدموه في بعض الأنواع من الأطعمة. هذا كمان ستركتشر للألجاي براون ألجاي الماكرو ساي المايكرو سايتس. الفكرة فيها هي مالتي سيلولر ممكن تكون موجودة بناء على طريقة السكشوال ريبرودكشن لها. تمام. بالنسبة كمان في عنا الريد الجاي الطحالب الحمراء اللي بتكون كمان برانشت مالتي سيلولر، ممكن احنا نشتغل عليها اللي هي في الجيلينج ايجنت في الفود اللي هي زي طبقة الجيلي. هي اساسا طبعا بيكون مستخلص من طحالب، في ممكن نستخدمها في تحضير الاجر اللي هي الوسط لنمو البكتيريا، ممكن تنتج ليثال توكسين سموم، ممكن تؤدي للدف عند بعض الاورجانيزمز. هاي الريد الجاي كمان في منا نوع من الجاي الفايلم لإلها اللي هي زي